بون، نهربوا من المواضيع العالقة. شعب غادي ولاصقة فيه مشاكل، كتقل ليه المشي، هذه هي المشاكل. أي مشكل كيتقل لك تطور، تحور، والمشي بحال غادي بوط عامر بالماء والأرض ناشفة، لكن البوط ديالك عامر بالماء. اليوم الشعب المتخلف، وانا وعدتكم غنبقى معاكم نتوما باش ما نطولش في الموضوع. واش لاحظتوا ديك الظاهرة الخوت؟ انا هادي سنوات، 6 سنين ولا 7 سنين، يعني ما شتهاش، ولكن صوت الخوت بانها غادية وكتزداد، ولاو ان المغربيات كيجيبوا بنات من الفلبين يخدموا عندهم في الديور. التحرر الاجتماعي انا كنت عشتها في 2014 ولا عارف، ان كينزلوا جوج الناس، رجل ومراه وبنيه نقيه، ولكن واحد مسخه دفعه كروسه وعندها 6 سنين، وهي اللي دفعه كروسه. واش نتوما ماشي مراد؟ العبودية اللي كتعيشو، هذاك الضغط النفسي كتصرفوه على ناس أقل مرتبة منكم. وعاودتانا الخوت، من شفت منا أساتذة كيخدمو بنت عندها 5 سنين 6 سنين، كيزرقو ليها عينيها بلاصة حيت ما دارتش ولا قلقات ليها ولدها. بهذا الشيء غتقدموا انتم يا الشعب ديال الخرى، كتعتقدوا بانكم هذاك الضغط اللي عندك الفوق ما قدرتش عليه، فكتضغط على واحد اخر. تجيب بنيه من الباديه عندها 5 سنين 6 سنين، تدفع لك كروسه، الله ينعل والدين امكم الكلام. فانا كنطلب من خوتي المغاربه نشوفوا الخادمات عندهم 6 سنين، دفلوا على هذوك اللي مخدمين، وعنقوا ديك خوت هذيك اختكم الصغيره. راه مشكل خطير عندكم، راه مشكل اجتماعي. مجتمع اللي ولا عنده الغرض هو التحكم، هم محكمين فيا، خصني نحكم الاخر، وداك الاخر خصو يحكم الاخر. راه تحكم، كل شيء خصو يحكم، كل شيء خصو يبان. اسياد، طوموبيله، كروسه، بنيه مسخه، ما مشطه، ما والو. بالوطن عليكم، واش بندي 6 سنين كدفع لك كروسه يا بو الكرون يا الحولي؟ ندفع دين امك الجهنم، ندفع دين امك الجهنم، انت وديك القحبه اللي غادي حداك. السناسل والطوموبيل والتليكوموند، بنيه صغيره عندها 6 سنين، واش كتبغي انت بنتك تخدع تدفع كروسه لشي واحد اخر؟ كتحقر على بنات الناس. انا تنقول غير للناس، الناس الاحرار، انك ملي تمشي تشري قزبور من عند واحد المراه وقالت لك درهم ونص عطيها جوج وبوس لها راسها، يا بوس لها راسها. دري صغير قال لك عمي نهز معاك، اعطيه
دور معاه، لان مسكين راه هز عائله اللي ما كتعرفوهاش هي الكلاب. ام عم سايس كتعرف هذا؟ كتعرف دوك الاطفال؟ كتعرف هذوك الدراري اللي كيدفعوا الكراس الكروسين عندهم؟ الكروسه ديال كان دفعوا ديال مال الجهنم، الله ينعل على البوك الكلب. في قال خوت راه قلت لكم غنبقى نوجه العصا ديالي ليكم يا القحبات. استاذ مع استاذ، انتم اساتذه. تجيب بنت عندها 6 سنين شاريها من عند باها ب30 الف فرنك الشهر، كدفع عليك الكروسه، والله على ما كيوقع عليها. كنهضروش على الاغتصاب والتحرش، هاد الشيء غير كيبان في الزنقه. انتم يا القحبات يا العيالات فرحان عارف. انا راجل جاب لي خدامه شحال في عمرها؟ 6 سنين. انتي بنادم، انتي بنادم فرحانه ومتنوره استاذه. راه ما تنكذبش عليكم، هادشي راه عشتو انا شفتو. استاذه مخدمه بنيه عندها 6 والاخرى عندها شي 4، جوج الخوت. فين مشى الضمير ديالكم الكلاب؟ وعندك الولادة، ولكن ولادك أسياد وكيفرقعوا العينين لديك البنت. ضربها هنا، رديتهم ألعوبة كيلعب بها ولدك وبنتك. مازال غنعطي تفاصيل في هذه القضية لهاد الناس. الكلاب الكلاب نزل من الطوموبيل طيب كومون بنية دفع كروس، هي فيها 10 كيلو، دافع كروسة فيها 60 كيلو باش تبان شخص واعر سوسيالمون. راكم كلاسي في الخرق خصوص انا عندي انا وعند قاع الناس الاحرار. انت في الخرا يا ولد الخراي، والاقدار تقدر تدور، تقدر تدور الاقدار. تحيي لدوك البنيتات الصغارات اللي خدامين في الديور. بنت خدامه على 5 خوتها وكتستغل انت هي الكلب، دفع كروسة وتهز الأثقال. كنت تصيفطهم لطوكيو حمل الأثقال ديال الأطفال يا الزوامل. 48 رياضي مشات معاهم 210 ديال الوفد الوفد و93 مليار تخسرات. وجبنا قصديره قصديره رين، الله ينعل دين امكم ودين التفكير ديالكم. 93 مليار كانت اولى بها امهات نظور الصفيح ولا ما عاد شي حاجه شي حاجه. بلاص ما تبقاو تعيقوا عنا بيو بيو. دق الجرس وفتح الباب وخرج محمد السادس إلى المزبلة. أتخرج بحالك للمزبلة هنا يعني. الوالدين أمك بين زرع عليك، ولكن أيها الشعب تحركوا معنا تحركوا معنا. اش مالكم ودابا نتوما حيت ما وصلتوش نتوما للصل، نتوما عبيد وكتستعبدوا عباد الله اللي اقل منكم مرتبه ولا دخلا جاها، كتستغلوهم الكلاب بلاص ما تهضروا مع داك الفوق. لا كتزيد تحكر انت واحد اخر لتحت، وانت شعب
راه قلتها لكم، نتوما شعب ديال القحاب، الله ينعل الطبونه ديال امكم، سيروا تقودوا ينعل ربكم يا الزوامل. سالينا سالينا.